اهلا بيكم فيديو جديد على قناة هاوزات. النهاردة هنتكلم على الدهانات وازاي نطلع شغل رقم واحد نظيف ورقم اتنين يكون ناعم. اول حاجة زي ما انت شايف كده في الفيديو قدامك، لازم وانت بترش الفينش خاصة انك ترشه بالطريقة دي يكون متسطر. يعني ايه متسطر؟ يعني وش لاحم فيه التاني على الاقل بنسبة 50-50. يعني احنا هنا شايف اديك انت هنا وهو بترش اللي هو الفينش اللون النهائي، ما بتنطرش على طول على ورق، يعني تاخد شريحة جنبيها شريحة تانية بحيث ان هو يسطر معاك ويملى، ما تحتاجش اكتر من وشين بالكتير جدا، وده ساعتها هيوفر معاك وقت وهيوفر معاك خامة. خاصة طبعا زي ما انت عارف ان الرش بياخد خامة كتيرة غير الرولة وغير الفرش. فالضلفة دي كده احنا اديناها وش بالعرض ورجعنا تاني بالطول ورجعنا تاني اديناها وش التاني وكده. شكرا كده. لو انت ملاحظ واديك شايف ان الخامة شبعت، دي الخامات او دي العلب يعني قبل ما تبدأ تدهن، وشكلها على الحائط بحيث ان هي تكون مرصوصة كويس، خاصة لو اخدها بطانة. يعني الدرج ده اللي احنا ماسكينه اهو ده كده متبطن، والفايبر طبعا احنا مش بنديه حاجة غير التلقيط والفينش على طول ووش سيلر. طيب في الجنب ده احنا مش عايزين غير الوش اللي من قدام، فانت بتقدر تداريها بايا كان اللي انت هتداري بيه بحيث ان الالوان ما تدخلش في بعضها. وهنبدأ ندي الوش اللي من قدام. الوش اللي من قدام ايا كان الوش اللي هتاخده وهتخدمه، محتاج انك تمسحه الاول بحيث ان يكون زي ما قلت لك في اول الفيديو يكون ناعم. هتبدأ تمسحه وبعد كده تنفخ بيه او ترش يعني بالهواء، وبعد كده تبدأ تدي اللون. مهم جدا انك تبقى ظابط الفونيا الوش بتاع المسدس بحيث انك انت مفيش حاجة تضرب معاك، يعني تدي لك اورنج بيل ولا اي حاجة من الحاجات اللي زي كده. ده شكله بعد ما خلص. وادي الدواخل. الدواخل احنا عاملينها لاكيه، بس لاكيه طبعا عشان يبين ثمرة الابلكاش. وده الوش التاني بتاعه بحيث ان يكون مخدوم خدمة كويسة. طيب ده بقى يعتبر برضو جنب. اول حاجة هنمسحها وبعد كده بالكهنة زي ما احنا قلنا كده هنبدأ نمسح تاني. يبقى اول حاجة المكنسة وبعد كده الكهنة بحيث ان اي رذاذ صغير هيتشال. بعد كده تالت حاجة بالهواء بتاع المسدس بنديله بخة سريعة. بعد كده بنبدأ اللون. اللون زي ما انت ديك شايف بناخده سطور. يعني سطور يعني يد ورا التانية، ما بنطرش بحيث ان هي تسطر معاك، ما تحتاجش انك انت تبقى ايه تدي وش في التاني في التالت في الرابع على الفاضي، لا، بحيث انك طبعا تكسب وقت وتكسب برضو تكلفة رغم ان التكلفة واحدة يعني. طيب هتبدأ دي زي ما انت ديك شايف اللون. اللون بيبان عليه ان هو بيظهر من اول وش كمان. ليه؟ لان ده بيتوقف رقم واحد على الخامة نفسها، انت خففها بنسبة كام في المية، 1:1 ولا 1:2 وهكذا. تاني حاجة ايدك وانت بترش، انت ديك شايف اللمعة طبعا لان ده فينش كامل، لمعة كاملة، ودي مهمة جدا تفرق جدا 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 في كل شغل من شغل لشغل. طبعا مش عارف الشفاطات ظاهرة ولا لا، نقطة الشفاطات يا جماعة دي مهمة جدا لانها بتسحب الغبرة والغبارة اللي هي بتبقى ناتجة اصلا من المسدس وانت بترش. دي مهمة جدا جدا ان هي تكون شغالة عندك او يكون في عندك شفاطات بحيث ان هو اي غبرة في الجو ناتجة عن المسدس وانت بترش تتسحب فتاخد فينش عالي زي ما احنا سامعين دلوقتي اهو. ده صوت المسدس، حبيت بس اظهره بحيث انك انت تبقى انت عارف حتى الصوت بيكون شكله ازاي. طيب ده ايه بقى؟ دي الارفف واحنا بنعلقها. لازم جدا 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 يكون عندك ايا كان بقى شكل العلاجات او نوعها، بس لازم يكون عندك الشكل ده او ما شابه. اديك شايف الرصة. الرصة لو سليمة هتطلع معاك شغل محترم وهتشيل معاك شغل كتير جدا جدا جدا. يعني ممكن المكان الصغير ده يشيل معاك اوضتين في المرتاح جدا، اوضتين، لانك انت هتشوف اللي احنا موقفينه كمان على الواجف. لكن الاهم ان هو الشغل الصراحة المحمل لازم ينام عشان ما يسيلش منك، وطبعا يعني مش صعب الموضوع.
انت بتعمل علاجات او ارفف وبعد كده بتعلق عليها. ده الشغل اللي اتدهن الفينش، وده الشغل اللي لسه هيبدأ يتدهن. طبعا كده يعتبر ده فيديو سريع. اي تعليق سيبه لنا في الكومنتات واحنا هنرد عليك. سلام يا باشا.